كيف شباب؟ اليوم فيديو جديد، بدنا نعمل سوفت بيت بالبيت، وبدنا نعمله من مواد كتير سهلة كتير هينة، ما ياخد معنا وقت. مواد يمكن تكون موجودة عندكم بالبيت، أو إذا لا كتير سهلة تحصلوا عليها وأسعارها كتير رخيصة. هلا طبعا فيكم تلاقوا كتير فيديو على اليوتيوب، في كتير قوالب بتنعمل من الجفصين، متشايفين هيدي القالب مثلا، وبنحط السيليكون هون. بتلاقوا غير قوالب اللي هي بتنعمل عن طريقة الطبقتين، بتعبر وبس يخلص بتشيلوا الشكل من قلبه، وبتعطيكم النتيجة كمان. أنا عملت كذا سوفت بيت هون بهيدا الشكل، هول معمولين من السيليكون، عملت البادل تيل، عملت أشكال مختلفة، بس طبعا السيليكون على قوالب الجفصين ما حسيته بيعطينا النتيجة اللي احنا بدنا إياها، وبده وقت وبده شغل، منه بهيدا السهولة. فلنستعمل السيليكون في طريقة أسهل بكتير، وما في لزوم نفوت بهالتعقيد كله سوا، بكل هالتعقيد وبكل هالقوالب، لأنه قوالب الجفصين الأفضل يستعمل معها المطاط يلي هو الرابر، والمطاط منه رخيص. نحن الفكرة إنه نقدر نعمل السوفت بيت تبعنا من مواد رخيصة وبطريقة كتير سهلة، ومن دون ما نقعد نعمل قوالب، ومن دون ما نقعد نعمل كل هيدا الشغل. كل اللي بدنا إياه هو أكيد سيليكون، ممكن يكون سيليكون شفاف، ممكن يكون لونه ابيض، لونه اسود، الوان اللي بدكم اياه. وفيكم انتم تزيدوا له تلوين، يعني اذا كان عندكم سيليكون شفاف ولا غير سيليكون، فيكم تستعملوا الالوان، تزيدوا معه ازرق، احمر، اخضر، انتم الالوان اللي بدكم اياها بتغيروا فيها. وممكن تعوزوا كمان البراق اللي هو بس تيعطي شويه لمعه. هلا طبعا هودي كلهم كماليات، نحن بدنا نعطي الشكل الاساسي من دون الوان، من دون من دون من دون براق. كل اللي بحاجة له سيليكون، شليمو أو هي القشة اللي بيشربوا فيها العصير، وإبرة أفضل تكون كبيرة، هيدي بجيبوها من الصيدلية 50 ml، محقها شي حقها 2000 ليرة بتصور. الفكرة إنه يكون راسها عريض كرمال لما بدنا نستعملها تكون سهل كرمال السيليكون. كيف نعمل سوفت بيت تبعنا؟ مثل ما رح تشوفوا شغلتها كتير بسيطة، بنعبي السيليكون إذا ما بدنا نغير، إذا ما بدنا نستعمل له ألوان، أو إذا ما بدنا نزيد عليه أي شيء للسيليكون، بنحط السيليكون مباشرة بقلب السورينج تبعنا. أنا رح أحط شوي، تصور كافية، نسكرها. هلا اذا بدنا نستعمل الوان مع السيليكون او بنستعمل غير شيء، الافضل نحطها بصحن او نحطها باي مكان نقدر نزيد عليها. هذا السيليكون تبعنا صار جاهز، ناخذ الشليمو فينا نقصها، ما في لزوم اذا بدنا نستعملها كلها. بنحط راس الابره بالشليمو أو بالقشة بهيدا الشكل، ومتصير نكبس، متصير نعبي، لنعبي الكمية اللي نحنا بدنا إياها. تصور مكفي هالقد، صار السيليكون كله بقلب الشليمو. هلا فينا نخليه لينشف هيك، بس الأفضل نستعمل هيدي الطريقة بمرقطين مثلا. فينا نستعمل هيدا الخشب، أنا بعطيها كرمال يصير عندنا ذنب للور اللي بدنا نعمله. بهيدي الطريقة بنكبسها شوي صغيرة بس تصير رقيقة، وبيطلع شوي سيليكون من هون منها مشكلة، وبنخليها لتنشف. بنفس الطريقة فينا كمان مثل ما قلنا نخلط السيليكون مع لون، أنا حطيت شوية أحمر معه، عملت لون زهري، وراح أعبيها، راح أعمل هيدي القطعة باللون الزهري. نفس الشيء بنعبيها بقلب الإبرة وبنكبسها لتطلع لتوصل تقريبا لآخرها أو أقل شوي. طريقة ثانية كمان إذا ما بدنا نستعمل الخشب فينا نعملها، هي الفكرة نعمل خشب إنه بس نخلي القشرة فيها من هون شريمو كرمال يطلع عنا شكل
دنب رفيع. هلأ في كتير بتشوفون على اليوتيوب بيعملوها بكل الأشياء وساعتها بكتر أو بمقص بقصوها، لا نحن بدنا نعملها رفيعة لتعطي طراوي أكتر للدنب وتعطي شكل أجمل. ما بدكم تحطوا الخشبات مثل ما حطيناه هون، فينا نعملها بهيدي الطريقة. بنجيب شمعة وبنصير نحمي الشريمو شوي على النار، وعلى زاوية الطاولة نعملها بهي الطريقة. ما بدنا نحميها كتير، ما بدنا نحرقها، وما بدنا اياها تلزق ببعضها نحن وعم نعملها. مثل ما شايفين هيك عم تصير رفيعة. من بعد ما عملناهم بهيدا الشكل حميناهم على الشمعة مثل ما شفنا وعملناهم رفاع، بنقصهم شقف صغيرة. الأفضل أنه على طول تكون أحجامهم صغيرة، خاصة إذا القشة أو الشليمون عم نستعملها رفيعة، وإلا ما رح تنشف من جوا. هلأ فيكن بدبوس أو بإبرة تقدحوها من داخلها كرمال تسلوا عملية تنشف من جوا، أو إذا كانت قصيرة كتير ما نكون بحاجة أكيد رح تنشف. فمنقصهم أشكال قصيرة، بنخلي كمان هيدي القطعة من الشوليمو اللي هي بتطوي فيها تعطي شكل حلو كمان للسوفت بيت تبعنا، وبنعبي هولي كمان مثل ما عبينا أول وحدة. رح نعبي شوية سيليكون شفاف نفس الطريقة، رح نعمل وحدة نحط فيها براق داخلها، براق فضي كل بحاجة له قشه، بس بنحط شوية سيليكون عليهم كرمال يلزق براق داخل القشه. بدخلها بس الفكرة انه تلزق جوا، او اذا بدكم فيكم تخلطوها مع السيليكون ونفس الشي نحطها داخل الابرة ونعبيها. بس هيك كمان نضل الإبرة اللي عنا نظيفة بيكون فيها براق، رح نعملها بهيدي الطريقة. من بعد ما حطينا شوية سيليكون بقلب الشلمو نحط براق، ما ضروري نكتر كتير. ونرجع ونحط سيليكون بقلبها. كرمال اللون نفس الشيء بنحط شوية سيليكون ومنزيد له اللون يلي نحن بدنا اياه. انا رح ازيد شوي اسود ليعطينا نقطة بسيطة ليعطينا لون رمادي. ما بدي كتر. من بعد ما خلطناهم مظبوط نرجع كمان نرجع بنعبيهم وبنعبي الاشياء اللي عندنا بنفس الطريقه. نفس الشيء من بعد ما عبيناها بنبيها كمان بقلب الاشياء. وهيك بتركهم لينشفوا لتاني نهار. من بعد ما نشفوا السيليكون بنشيلهم من القش اللي عملناها او من الشليمون. الافضل دائما نستعمل السيليكون يلي هو بلا اسيد، لو بده ياخد فترة اطول لينشف، بس ليونته بتكون احسن. بنقص القياس اللي احنا بدنا اياه وبمقص نقدر نغير الشكل او نعطي شكل الدنب يلي نحن بدنا اياه. طبعا انتو هون شايفين فورمات اوريدي انا حضرتها قصيتها بكذا لون،
هون حطيت لهم جيج هيد على راسه. فرح نعتبر انه نحن هذا الشكل اللي بدنا اياه. بكل بساطة حط لهم جيج هيد بركب لهم اياها. انا عم استعمل هو اللي بتصور 3 جرام خرج الترا لايت، مش اكتر من هيك. وان شاء الله لما يخلص الحجر نروح نجربه سوا. وهذه هي بكل بساطة.